للمستوى الثاني اللي بنزله ان شاء الله عن قريب، وبيكون اقوى. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. كنا ردينا يا ربع، ردينا من سنه 2015 وانتم تتريون. محمد مجنك طول والله جايز. الموضوع شويه كان ترتيبات ما ترتيبات، وخليت فتره طويله. نعم صحيح، بس بما انكم انتم متشجعين الحين ومتحمسين، لا تخلونا نتكلم عن الماضي، خلونا نتكلم عن الحاضر. نحن عيال اليوم ونحن عيال المستقبل، فنبقى نشد الريس ونشد الهمه ونتكلم اليوم عن الفيديو التوضيحي. بس قبل هذا كله خلوني اقول لكم، بما ان نحن سوينا تحدي 90 يوم لانزال الوزن ونزلناه على اليوتيوب، احب اشكر الجميع لانه وصلنا بالانجازات فوق ال 120 انجاز، وكل الانجازات حاطنها عندي بحسابي بالانستغرام، ادخلوا وشوفوا بالهايلايت. احب اشكر الجميع واحب اقول لكم كفو، وهلا فيكم. انتم تقدرون بما انكم خلصتوا تحدي 90 يوم تقدروا تشاركونا في هذا البرنامج الجدول الخامس، بتكون قدها خالي. لا تنسى اللايك والكومنت، بعدها نكمل الفيديو. اليوم نحن بنتكلم بالفيديو التوضيحي عن برنامج محمد فتنس لشد الجسم الجدول الخامس، اللي بيفيدك ان شاء الله بشد الجسم وانزال في نسبة الدهون. بس جايز، احنا عارفين ان التدريبات في البرنامج تساعد في حرق السعرات وغير ذلك، تعطيك قوة عضلية اكثر، بس التغذية لها دور. فانت خليك متابع الفيديو لان في وايد اشياء بتكلم فيها عن التمارين وعن التدريبات وعن الادوات وعن التغذية. Let's go. اول شيء بالنسبة للتمارين، نحن عندنا 6 ايام خلال هذا الاسبوع تتمرنهم، اليوم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، مثل ما انتم ملاحظين في الصورة. طبعا بينزل برنامج خلال يومين على اساس انه اول يوم رمضان، يعني بعد يومين خليك جاهز، البرنامج بينزل يا بكره يا اللي بعده، فنحن خلينا نكون جاهزين بعد يومين. تمام جايز، بعد يومين بينزل البرنامج. بالنسبه للتمارين مثل ما انتم لاحظتوا هن 6 ايام، اول يوم ما بتمشي اللهم تمارين، ثاني يوم وثالث يوم بيكون تمارين ومشي، رابع يوم تمارين، خامس يوم تمارين ومشي، واليوم السادس تقدر تسوي تمارين، تقدر تسوي مشي. طبعا انا اتكلم بس خلينا نسويها جدول وانتم خذوها كابتشر. كابتشر عدل، ها اوكي تمام. العيد نتكلم الحين بالنسبه للتمارين، هل التمارين صعبه؟ شو التمارين؟ كيف التمارين؟ التمارين تعتبر تمارين من متوسطه الكثافه لا عاليه الكثافه، بس اكثر الايام تكون فيها عاليه الكثافه، فالمستويات اللي قدروا يدخلونها مستوى متوسط، مستوى متقدم. المبتدئ انصح انه يبتدي برنامج محمد فتنس من جدول المبتدئين للاول، الثاني، الثالث، الرابع، وكل له فيديو توضيحي يوضح لك كيف نظام برنامج من بدايته. اما بالنسبه للحين ما لا وجود للضعفاء. نعم خالي، لا وجود للضعفاء في هذا البرنامج، نحتاج ناس اقوياء وناس عندهم الهمه والعزيمه انه مهما سقط يرجع يوقف. يي خالي يي، نبى ريس، نبى حماس، نبى تشجيع، نبى كلمه تم على هالفيديو، تم على كل فيديو انت خلصته. هي نبى نسمع الكفو، كفوات كيف؟ مشي كفوات. المهم خالي اسمع، بالنسبه للادوات اللي انت تحتاجها، شو تحتاج من الادوات؟ طبعا انا بسوي لكم صوره على اساس مو كل مره احكي لكم اشياء هني وتضيعوا. نسوي صوره خلفيه، هذه الخلفيه توضح لك انك انت تحتاج ايروبيك ستيب، وتحتاج البانش اوكي اللي هو الكرسي، وتحتاج العقله تعليق على الجدار، وتحتاج حبل المقاومه اللي يكون بشكل دائري، وتحتاج اللي هو الراك على اساس انك تسوي تمرين دبس. اذا ما توفر عندك معناته انت تجبر نفسك انك تسوي تمرين الدبس على الايروبيك ستيب. تمام، وتحتاج دنابلز من 2 كيلو 3 كيلو و5 كيلو، وابغي بار مع اوزان. هذه الاشياء اللي انت تحتاجها، وسجاده التمرين. طبعا انتم جايز عارفين سجاده التمرين شيء اجباري، انت دام انك داخل في البرامج اللي قبل تعرف ان نحن عندنا سجاده تمرين شيء مهم، على اساس انه لما تتمرن بطن ما تصير عندك اي مشاكل. اهم نقطه في هذا الموضوع بالنسبه للادوات، بالنسبه للاوزان،
انت لازم تفهم نقطه معينه. نحن بشكل عام لما بنتمرن تمارين بتكون فيها اوزان، انا ما اجبرك انك ترفع وزن عالي، ركز معي، انا ما بعد ما اجبرك تشيل نفس الوزن اللي انا اشله. كل واحد له قوه تحمل اكثر، وكل واحد عنده قوه تحمل انازل، كل واحد عنده قوه تحمل تختلف عن الثاني. فانت اذا عندك الاستطاعه انك تحطي في البار 5 ب 5 كيلو مو طيب، 10 ب 10 كيلو 200 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص بحد بقول لك اوكي. بس اهم شيء وقت ما نسوي بعض التمارين نفس سكوات انت تكون شال وزن معقول، انك انت تحس بمقاومته. ما ابغي انك انت تشيل اوزان بسيطه ما تحس بالجهد اللي انت تحسه بالتمرين، بتلاقي ناس تحصل نتيجه افضل منك لانك انت ما تجهد نفسك وما تشد حيلك. انا اللي اطلبه منك ما تضغط على نفسك، انا اللي اطلبه منك شد حيلك معانا، شد حيلك، لان هذا الريس يحتاج انك انت تشد الهمه. والاوزان مثل ما انا اوضح لك الحين 50%، يلا نروح على تفصيل بشرح مفصل شلون 50%. خلني اوضح لك الحين، انت تتمرن باي دمبلز، طيب اوكي. بالنسبه للذراع انت لما ترفع 15 كيلو اوكي على اخر جوله تكون يا الله بالقوه انت تسوي 10 تكرارات، هاي تعتبر عندك 100% من قوة المقاومة في التمرين. أنا أبغي منك 50%، يعني 7.5 كيلو طول الجولات كلها. يعني لا تضغط على عمرك تشيل أوزان عالية، أبغي أوزان تكون متوسطة المقاومة وفيها جهد حقك أنت. والتمارين اللي بتكون فيها حركة بالأوزان أبغي وزن 2 كيلو ب2 كيلو. طيب أنا أهم شيء عندي صحتكم، وأهم شيء عندي تطبيق التمرين بالطريقة الصحيحة. لا تضغط على نفسك، لا تشيل اوزان عاليه، الاوزان اللي انت عندك الحركه فيها بتكون اسهل وسلسه. هاي بالنسبه للتمارين الاثقل. النقطه الثانيه موضوع انك انت تيجي تسوي التمرين معاي، حاول ان دائما بالتايمر انت تلحقني. يعني انا الحين سويت تمرين اوكي، فرضا سوينا سكوات الفراشة، اوكي؟ هذا التمرين موجود في اليوم الاول. خلصنا من سكوات الفراشة على طول انا انتقل للتمرين الثاني، انت معاي. اوكي؟ ما ابغيك انت تسوي التمرين وترتاح مزاجك، لا. انت مستواك متوسط متقدم، انت لازم تلحقني. كل تمرين انت معاي، خلاص انا بديت بالتمرين انت بادي معاي. النظام اختلف والمونتاج اختلف، الحين بتلاحظ قبل ما ينتهي التمرين ثانيتين من التايمر بتلاقي التمرين الثاني ينكتب لك على زاوية من الفيديو. وغير ذلك كل تمرين بتلاحظ فيه صورة عضلية هالتمرين يركز على أي عضلة. ليش محمد حطيت هذه؟ طبعا على كثرة الطلبات اللي جاتني منكم قلتوا لي محمد حطها على أساس نعرف، وأنا أحب أفيدكم وأحب أنك أنت تفهم التمرين اللي أنت تسويه. بمعنى أنت لما بتشوف التمرين هذا، فرضا التمرين اللي سوينا نقدر نقول البعض ممكن مو فاهم اللي هو تمرين دمبلز، تحط الدمبلز جديد وتشله فوق وترجع. طبعا انت بتشوف الصوره العضليه، هذا للكتف وللمؤخره وللفخار. بمعنى انت لازم تحس بهالعضلات معي، لازم تحس بهالعضلات، معناته نزولك لازم يكون صحيح، نزولك لازم يكون صحيح. ما ابغي نزولك بهالطريقه، لا، حاول ان نزولك لما ترجع الدمبلز يكون صحيح، تمام؟ في التمرين كله، كل تمرين لازم تعرف لما تشوف الصوره العضليه تعرف ان هالتمرين لهالعضله، فانت بتشد على هالعضله. مثال يعني سوينا تمرين صدر وسوينا تمرين تراي، فانت لما بتدفع لما بتسوي الصدر بالدنابلز بهالطريقه تعرف ان هذا للصدر، بما ان الصوره العضليه طلعت. فهذا شيء مهم انك انت تسوي التمرين بالطريقه الصحيحه وتشد على العضله وقت التمرين. معي؟ اهم شيء انك تكون معي. الحين الشيء الثالث بعد ما خلصنا مواضيع التمارين والمواضيع
الاوزان مواضيعها. بالنسبه لرمضان محمد، حتى مارين انا اقدر اتمرن فيها في رمضان، تقدر بس يكون بعد الفطور، لان هذه التمارين فيها تمارين حديد، فيها انت بتدخل تمارين حديد، والتمارين الحديد تحتاج طاقه، والطاقه من وين؟ طاقه تكون من الكربوهيدرات والدهون، فانت جسمك خالي في الفتره لانك صايم. صدقني عادي توصل مرحله غثيان، مرحله اغماء، مرحله انك تطيح، يعني مرحله صداع، ترجع. فانا ما انصحك انك تخرب صيامك عشان رياضه. صيام انت في شهر رمضان شهر صيام العباده، فحاول انك قد ما تقدر تخلص صيامك، فطرت بعدها بساعتين تتمرن، او انك تاكل لك سناك خفيف بعدها بساعه تتمرن، يعتمد عليك انت. انت تبقى بعد الفطور تبقى الساعه 12، انت كيف مرتب يومك، المهم تاكل بعدها بساعتين او ساعه ونص تتمرن. اوكي، لنفرض الحين في بعض شايف الفيديو مش في رمضان، اقدر اتمرن الصبح على معده خالي؟ لا خالي بعد، لا ما يصير، لازم انت تكون ماكل بعدها تتمرن، بالاخص هذا البرنامج. في برامج ثانيه نحن نزلناها تحدي 90 يوم، وتكلمت ان تحدي 90 يوم في الفيديو اللي قبل اللي هو الفيديو شهر رمضان، هاي صوره للفيديو يتكلم لك انك انت تقدر تسوي هالتمارين على معده خاليه في اول 30 يوم. تقدر تشوف الفيديو عشان تفهم اكثر. بالنسبه للتغذيه، كيف التغذيه محمد؟ وهل اني انا احتاج اني انزل او ازيد؟ شوف عزيزي، هذا البرنامج بشكل عام بيعطيك زياده العضل وشد في الجسم، بمعنى انت لازم يكون المايكرو مالك مش قليل جدا، المايكرو مالك يكون شوي عالي ونسبه الكارب شويه تكون مرتفعه. فانا بقول لك طريقه سهله انت تقدر تسويها على اساس انك تضبط فيها نظامك الغذائي بشكل صح. هذا بالنسبة للشباب وبالنسبة للبنات. طبعا بما اني انا حطيته هني، انت تقدر تاخذ كابتشر وتسوي النظام على الحسبة اللي انا اعطيتك اياها. اذا انت ما عندك فكرة او ما عندك الاستطاعة انك انت تسوي نظام، حاول انك تراسلني بالايميل، نسوي لك جدول خاص. المهم جايز، هذا اللي انا بقدر عليه اني اعطيك البرنامج، وانت تهتم انك انت تسوي لعبك جدول غذائي وتطبقه صح. عندي فيديو انا سويته اللي هو فيديو نظام المرونه، تقدر تدخل وتشوف الفيديو وتسوي لعبك نظام اذا انت حاب. اذا انت حاب ان احد يتابعك ويشوف نتيجتك موجود خالي، المهم ان الكرش مسحب ونسوي لك بلاك ستون. هذا بالنسبه للبرنامج وبالنسبه للتغذيه. جايز، برنامج كم يطول؟ هذا سؤال مهم ولازم تعرف. انت بما انك بتسوي 6 ايام تاخذ يوم راحه بس، دائما انتم متعودين ان نهايه الاسبوع تاخذون يوم راحه. هل في سؤال بيوصلني الحين؟ ها ركز، اقدر اخذ نص الاسبوع؟ تقدر تسوي اليوم الاول والثاني والثالث تاخذ يوم راحه، بعدها تكمل الرابع والخامس والسادس وتاخذ بعد يوم راحه. يعني تقدر تاخذ يومين راحه في الاسبوع، او انك تاخذ يوم راحه في الاسبوع اللي هو الوسط، وبعد اليوم السادس ترجع من الاول. طبعا لما تخلص اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ترجع تكرر الجدول من اليوم الاول. ها محمد شو قلت؟ انا ادري ان السؤال بيوصلني كثير، فانا لازم اعيد الكلام زين، ونقول ان شاء الله باللغه الهنديه ايك دو تين شار بانج سات رتين بابا. ترجع مرة ثانية لليوم الأول، ممكن في ناس تفهم بطريقة صح، ممكن اللغة الهندية تفيد، نقول بالإنجليزي First day, second day, third day, fourth day, five, six days, then you have to retain to the schedule from beginning. عربي هندي إنجليزي معاي. بما أنك أنت تسوي الجدول 6 أيام بعدها تاخذ يوم راحة وترجع للجدول من أول جديد، وتعمل هالطريقة لمدة شهرين، بعد شهرين أنت جديد لازم تغير البرنامج. فإن شاء الله بيكون في برنامج ثاني
نازل. انت بما انك داق اللي اشترك في القناه واعطني لايك واعطني كومنت، فابشر ان شاء الله مثل ما تدعمني انا ادعمك، وما اقصر فيك في البرامج والتمارين. هذا هو الفيديو جايز، اهم شيء انك تكون ملتزم بالتغذيه الصحيه وتكون شاد حيلك، لان البرنامج جدا قوي. صدقني الانجازات اللي انت بتحصلها مش عاديه جدا، انجازات جدا قويه بالنسبه لهالبرنامج. اتمنى لكم انكم تشدون حيلكم وتشدون الريس، ولا تياس، لا تقول اني انا سويت اليوم الاول وحسيت بتعب ما اقدر اكمل. كمل كمل، خليك محامي مثل ما انا سويت وقدرت. طالع تعليقات بتشوف ناس قدرت وسوت وكتبوا تم، فانت اكتب تم وتوكل بالله وان شاء الله بتقدر. موضوع ايزي، بس انت تقرر انك انت تقدر. كان معكم اخوكم محمد فتنس، اتمنى لكم يوم سعيد. سي